والمحبة زي ما تكلمنا قبل كده هو أن المحبة لا تكون محبة إن لم تبذل وتعطي مم. وتضحي وكلمة تبذل معناها أنه تقدم نفسك للآخر مم. ويقول الكتاب المقدس في, في الآية الشهيرة اللي كلنا نعرفها هكذا أحب الله العالم في يوحنا 3 16 مم. لأنه هكذا أحب الله العالم عالم. حتى بذل ابنه الوحيد فهذه المحبة هي محبة باذلة مش مجرد سخاء في العطاء لكنها أيضا بذل وتعطي يعني يعطي ذاته دي محبة تفقد وتتألم وتخسر وتئن وتتوجع بسبب أنها تعطي مم. وده اللي حصل مع المسيح المسيح مم. تألم تألم لأجلنا والمسيح دفع تمن غالي قوي علشان يأتي بنا إلى الله